معي مباشرة من هناك جنان. مساء الخير. مساء النور ميسون. التقرير طبعا يعني وقت التقرير لا يتسع لكل التفاصيل، أخبرينا المزيد نعم، عن هذه العملة التي طبعا تم الاكتشاف بأنه واقع ملموس، أنه داعش كان يجبر الناس على استخدامها. نعم ميسون، شوف نحن من اكثر من سنه طبعا عم نقرا مقالات بالمجلات والاصدارات كمان تبع داعش، وعم بيحكوا فيهم انه اصدروا عمله، وكمان بالفيديوهات اللي نزلوها كانوا عم بياكدوا على هذا الشيء، ولكن المعلومه كانت تجي حصريا من المواقع اللي هي مرتبطه بداعش، بحيث انه ما في ولا اي صحافه مستقله موجوده داخل المناطق اللي كانت تسيطر عليها. نعم الاشخاص اللي كانوا يطلعوا من مناطق داعش ما حدا كان يطلع معه هيك عمله، لانه في كثير خوف، لانه اسم الدوله الاسلاميه مكتوب على هيدي العمله، وبالتالي كانوا يخافوا من انه يتعرضوا لمساءلات او اتهامات اذا كان حدا كمشهم يعني حاملين هيدي العمله، فبالتالي ما كان في عنا اي دليل مستقل او ملموس على انه هاي العمله عن جد موجوده. كنا نسمع اخبار ونقرا شو داعش عم تحكي، ولكن الان مع موجه النزوح الكبيره من الرقه تمكنت من ان اجد واحده من هذه العملات، وتحديدا هو الدرهم الفضي، لانهم نزلوا الفلس وهو مصنوع من النحاس، والدرهم الفضي وايضا الدرهم الذهبي. حسب حكي مع الناس، الاكثريه كانت تتعامل بهذه العمله داخل مدينه الرقه، ولكن كان هناك خوف عندما بدأ النزوح إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على أنه هذه العملة يعني لن يكون لها أي قيمة في هذه المنطقة، وكمان لأنه مكتوب اسم الدولة الإسلامية خافوا من تبعات ذلك، فبالتالي قاموا أما ببيعها في الأسواق في الرقة أم بتركها في الرقة. وبالتالي كنت أبحث عنها منذ وصولي إلى الرقة واللقاء مع النازحين، كنت أسألهم إن كان لديهم هذه العملة، لأني أردت أن أرى بأم عيني وأتأكد من أن هذه العملة ليست بروباغندا، إنما هي حقيقة يعني تم إصدارها، إلى أن تمكنت من أن أجد هذا الدرهم الفضي. مع حديثي من الناس أكدوا على أنه الفلس كمان كانوا عم يستخدموه بكثرة، ولكن لم أجد أي شخص يقول أو أنه رأى أو حصل على الدرهم الذهبي، وذلك لأنه الدرهم الذهبي الواحد كان سعره حوالي 192 دولار، وهو مبلغ غالي جدا بالنسبة لسكان الرقة. ولكن هناك سيدة واحدة قالت بأن سمعت بأن أحد مقاتلين داعش عندما تزوج أهدى زوجته 6 ليرات ذهبية، بحيث أنه المقاتلين الأجانب لداعش كان معهم مصاري، وبالتالي كانوا يقدروا يتحملوا يشتروا الليرات الذهبية. هذا باختصار يعني ما وجدته. القطعة موجودة معي، وهي القطعة الوحيدة على حد علمي الموجودة خارج أراضي داعش. شكرا لك جنان موسى من شمال سوريا مريف الرقة، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جنان.